فيسأل سيدنا الحسين أبوه سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا الحسين والحسن لما النبي انتقل للرفيق الأعلى كانوا أطفال، فلما كبروا سأل الحسين أباه علي: يا أبي حدثني عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جلسائه، كان بيعمل إيه وهو قاعد، أخلاقه تعاملاته، مش بسألك عن عبادته. فقال سيدنا علي: كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم البشر. وأنا بقرأ لكم نص كلام سيدنا علي: كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فقعدته معانا كده، عمرك ما كنت تبص له إلا وتلاقي وشه عنده ابتسامة صلى الله عليه وسلم. فأي حد ينظر لوجه النبي ياخد كم ما يتوصفش من الطاقة الإيجابية والسكون والهدوء. دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب. ما تخافش وانت رايح تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم لحسن يقصوا عليك، انت هتروح تترمي في أكبر حضن في الدنيا وأحن طريقة في المعاملة صلى الله عليه وسلم.